كنحو إشكالات بالنسبة أولا كنشكر الإخوان الأسئلة ديال التحلية ديال البيع. فكما تبعتوا اليوم ستار ديال وهنا عطيني نهضر على التقائي في برنامج ديال التنموي الجهوي. فماشي جينا قلنا بأن اليوم خصنا نعملوا التحلية ديال المياه هكذا عبثا. فكانوا لقاءات مهمة اجتمعنا مع كل التقنيين ديال داخل الجهة كيترانسو السيد الرئيس السيد ولي الجهة وعبد الربيع كرئيس مجلس الجهة للوقوف على الإشكاليات الحقيقية ديالها. كذلك كانت عندنا مناظرات دولية مسمية نيكسوس هو كتعرفوا بأنها تيرم تكنيك جديد اللي كيجمع إشكالية الماء إشكالية ديال الإنرجي والإشكالية ديال الأمن الغذائي. هادو ثلاثة المحاور الأساسية واللي هادوك الأفكار كتبلو وكل هاد المناظرات اللي كيتقاموا يعني اللي كتعمل في الجهات كانت مناظرات جهوية أو مناظرات دولية إلا كتخرج بهاد الخلاصات كنحاولوا نزلوها. هذا هو الجديد في النهجية ديال العمل ديالنا. وهنا حنا بأنك واحد كيفاش النهجية ديال العمل ديالو معنا منهجية جديدة منهجية تشاركية منهجية ديال فهم الأشياء عاد يمكننا نمشيو ونزلوا بعض البرامج. هاد البرامج اليوم اللي كتنزل وكتنزل بالنسبة لهاديك عطاتنا بأن تحيات المياه بالقانون وبالستاتيستيك اللي تعملوا التقنيين ما يعرفوهمش على أحسن منه. يعني شفنا بأن اليوم كان بعض المدن اللي في الجهة الحمد لله ربي حباهم وعطاهم باقي عندهم الماء ديال 3 سنين وهادي وكاين باقي له 6 شهور ديال الماء ولينا هنا يعني التخوفات ديالنا وهاد السباقيه ديالنا كنشوفوا ان اليوم الشاغل هو محور ديال الماء. وهنا قلنا علاش من محور الماء لما شفنا 460 مليون ديال الدرهم اللي استثمرات الجهه بمعيه شركائها كانت وزاره القطاعيه او الوكالات اللي كيشتغلوا في هذا القطاع هذا. اليوم ما جيناش باش نعملوا تفرجوا بسم الله تحيات المياه. تحيات المياه قلنا بان كاينه لكن تحيات المياه بيجا منها غنعملوا عده دراسه حيت امكانيه لا تسمح للمجلس الجهه باش يعمل هذا ولكن الدراسه بشراكه مع ثلاث شركاء وزاره الداخليه وزاره التجهيز ومجلس الجهه. يعني تقريبا واحد المبلغ ديال بين 21 مليون درهم يتقسم على ثلاثه كل واحد يعمل واحد 33% باش يمكن ان شاء الله نخرجوا للوجود غيكون ابيل دوف غيكون واحد لابيل دوف على هذا اللي غيمشي يعني الصفقات العموميه ولا غيخرج ان شاء الله هذه الدراسه فين بعد اول في عهد التعمير بالضبط حيت حنا في طنجه كيخصك اختيار المكان المناسب اللي كيكون هذيك. دونك هذوك كلهم دراسات اللي كتعمل حتى الدي بي ما تخش خصهم باللي تخ في السكوند كل حاجه هذا الجانب الدراسي اللي غيتعمل. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.